كيف انتصب علي ب60,000 دينار، يعني 84,000 دولار تقريبا، بأول بيزنس فتحته لإلي وخرب بيتي وخرب بيت أهلي. قررت أحكي لكم هاي القصة للعبرة وعشان تستفيدوا تتجنبوا أنه أي واحد واطي بيوم من الأيام أنه ينصب عليكم. فركزوا كثير منيح معاي بهاي القصة. بالبداية ذكرت لكم قبل بقصص حكيتها قبل هيك على القناة أني كنت عايش في المملكة العربية السعودية ورجعت على الأردن بوقت الجامعة. في آخر سنة إلي بالجامعة تحديدا قرر والدي أنه يخلص شغله من السعودية ويرجع على الأردن عشان يفتح بيزنس، وكانت الفكرة انه حابب يفتح مطعم مشاوي خصوصا انه عنده هو خبرة بالمطاعم. وفعليا بلشنا دراسة وكان الوضع on fire لحد ما ظهر شخص الله يحرق محل ما هو قاعد. انا ما حجيب ايش اسمه ولا من اي بلد هو لانه ما بمثل بلده، ولكن خلينا نتفق مع بعض انه نسميه المطي. وركزوا على هذا المطي لانه هو اساس القصة كلها. قال له والدي بدل ما تحط كل فلوسك بالمطعم ويمكن ينجح ويمكن لا، عندي براند عطور ماخذ وكالته من الامارات وفاتح محل واموري تمام وقاعد بفكر اني افتح فرع تاني، فشو رايك تشاركني فيه؟ هون ابوي بلش يحسبها انه براند وشغال، وفعليا هذا الشغل اقل ريسك من المطاعم، وهذاك المطي شغال زي الوسواس في راس ابوي يضلوا يحاول يقنعه بالفكره. مع الاسف كان ماخذ ثقه ابوي، وفعلا راح ابوي جرب العطور وشافها ممتازه واسعارها مناسبه للجميع، فقال له يلا قول يا رب وخلينا نفتح محل. وهون بتيجي اول نصيحة بدي اعطيك اياها عزيزي المتابع، اوعى تدخل في كار مش كار. وحتفهم ليش بحكي لك هذا الكلام لما تحضر الفيديو للاخر. ولحد الان انا ما كنت بالصورة، كنت ملهي بالجامعة وكنت اصور فيديوهات انا واحمد ابو الرب على نفس القناة قبل ما يسرقها مني. بمزح قناتي وقناة أحمد أبو الرب برضو قناتي. المهم وبلش تجهيز المحل من ديكور وبضاعة وعملنا افتتاح on fire، بلش البيزنس. ومن بعدها أنا بلشت دوام رسمي بالمحل وكنت مبسوط أني قاعد عم بتعلم إشي جديد عن عالم العطور. وفعلا بعد ما مرق شهر صرت بياع نص شاطر، لأنه ما كان عندي طولة بال على نوعية معينة من الزباين، كانوا يدخلوا يشموا كل العطور ويرشوا على حالهم ويسألوا عن كل الأسعار، وفوق هيك بده خصم. ليش؟ بس هيك أنا بدي خصم. فأنا كنت أعطيهم الخصم اللي كان مسموح لي أعطيهم إياه، بس هم لا ما كان يعجبهم، بده خصم فوق 90%. فأنا كانت ردة فعلي انقلع برا، والله وبدك تشتري بمليون ليرة أنا ما بدي أبيع، هذا المحل أصلا فتحينه هيك مش للبيع. طبعا كنت أتبهدل من أبوي ويقول لي لازم تكون صبور ويعلمني كيف أكون سيلز شاطر. المهم بتبلش أول مصيبة عنا مع بداية الشهر الثاني، بيجيني اتصال من أبوي إنه عمل حادث على الطريق الصحراوي، واللي ما بيعرف الطريق الصحراوي فهو طريق خطر خصوصا بالليل لأنه في مناطق ما فيها ضوء. وصف لي الحادث إنه في واحد طلع عليهم من الصحراء وداخل على الشارع الرئيسي معاكس وخبطهم، وقال لي أنا حاليا بسيارة الإسعاف متجه إلى عمان في مستشفى معين، بخلص أموري إن شاء الله إنها بسيطة وباجيك على المحل. أبوي وقتها ما كان حاسس بحمل الضربة لأنه الحادث كان كثير قوي، وهون رحمة ربنا في المقام الأول إنه مخليه مش حاسس بإشي مو عارف إيش عنده. المهم أنا من الصدمة بطلت عارف شو لازم أعمل، دخلت في مليون حيط، والمطي كان عندي بالمحل، فأنا قلت له إنه أبوي صايرة معاه مصيبة امشي معاي نروح على المستشفى، وانا وقتها مو متذكر ايش الحجة التافة اللي اعطاني اياها اللي خلاه ما يجي معاي، بس انا اصلا ما كنت مركز معه، فسكرت المحل ورحت على المستشفى، وعرفنا هناك بعد ما عملنا صورة الاشعة انه هو عنده كسر بايده اليمين وبيحتاج عملية جراحية وكسر بركبته الشمال، وصاحبه عنده ردود خفيفة والحمد لله رب العالمين انها اجت على هيك، لانه اللي بيشوف السيارة بيحكي مستحيل انهم يطلعوا منها سالمين. والحمد لله ابوي عمل اول عملية ثاني يوم الصبح، ولكن حكوله انك حتقعد في المستشفى فترة بسيطة لانك ما حتقدر تمشي. هون طب ممكن تسألني ايش صار على المحل؟ ولا كنت بفكر فيه، انا همي كيف ابوي يقوم بالسلامة. طب والمطي؟ اجى على المستشفى وابوي ركن عليه قال له انه انت استلم المحل بفترة غيابنا عشان حرام يضل مسكر. قال له ما عليك
عندي الموضوع. ومرق أسبوعين وكنا كل يوم تقريبا نرن على المطن نطمن على المحل ويحكي لنا الأمور تمام ما تاكلهم. بعدها إجا الوقت إنه أبوي يطلع من المستشفى ويقدر يقعد في البيت، بس برضو صعب إنه يتحرك ويروح ويجي لأنه في عملية ثانية. وأبوي طلب مني إني خلص أروح عن المحل، ورحت واكتشفت الكارثة إنه المحل خلال الفترة اللي إحنا غايبينها كلها ما انفتح أصلاً. وين مختفي هذا المطي؟ ما حدا عارف، حتى موظفينه في محله مو عارفين هو وين. بس الصدمة لما تعرف وين كان مختفي هذا المطي الخبيث لما تحضروا الفيديو للآخر، واعملوا سبسكرايب لأنه إحنا قربنا على المليون مش ضايلش. المهم بهاي اللحظة صار المحل مسؤوليتي لأنه أنا الوحيد اللي بداوم فيه، ومرقت الأيام والمحل شغال وصار عندي نقص في البضاعة، فلازم أحكي مع المطي لأنه هو الوحيد اللي بتواصل مع الشركة تبعت العطور وبيجيب لنا بضاعة منها. بس المطي مختفي، فمشيت حالي بالبضاعة الموجودة لحد ما ظهر، وكانت الحجة تبعته أنه هو كان عنده مشاكل كله قاعد عم بحلها. فأنا اللي فاهم من أبوي بس يصير عندنا نقص إنه عطيه فلوس ويجيب لنا فيها بضاعة، فأخذ 2000 دينار تقريبا. وظهرت أول مشكلة بعد ما وصلت البضاعة بأسبوع. أول إشي إنه الكمية كانت ناقصة، وثاني إشي إنه الزباين اللي كانوا يجوا على المحل ويشتروا نفس نوعية العطور كانوا يرجعوا لنا ويحكوا لنا إنه مو نفس الريح. كيف يعني؟ مستحيل هذا باكيت مسكر، ما في أي بني آدم بيقدر يلعب بالتركيبة من جوا. وكانت حجة إنه الشركة نفسها هي اللي غيرت نوع التركيبة، بس ما عليكم أنا بزبط الموضوع. وبالنسبة لباقي البضاعة موجودة بالمستودع، وحتفهموا لقدام شو كان يعمل هذا المطي بالنسبة لموضوع البضاعة وموضوع تغيير الريحة. بعد هالشك صار يشتغل عند أبوي وعندي إنه في إشي غلط بس مو عارفين إيش هو. ومرق شهر وقل البيع على الآخر شبه معدوم، فأنا قررت إني أنقذ الموقف إني أسافر على تركيا أجيب نوعية أواعي بحطها بالمحل جنب العطور، وهيك المحل بولع. وفعلا إجا صاحبي حسن جوهر اللي هو مدير أعمالي حاليا ومسك المحل، وأنا سافرت على تركيا. طبعا حتسألني أنت عارف وين رايح؟ أقسم بالله كنت زي صعيدي في الجامعة الأمريكية ولا عارف إشي، بس اللهم أنه في ابن خالي سعيد عايش هناك، فأنا دبرت النومي وهو حيدلني في تركيا ومعاي أسبوع أجيب فيها البضاعة وأرجع. طبعا مرقوا أول 3 أيام كنت لسه قاعد بتعرف على البلد، وباليوم الرابع قررت أعتمد على نفسي. قلت له سعيد ما تيجي معاي؟ أنا نازل أدور على المحل أجيب منه البضاعة. سعيد قال لي تمام بس بدي أعطيك كرت عشان أوفر عليك المواصلات تطلع فيها بالباص. ورحت على الباص بدق الكرت، كل شوي يعطيني ضوء أحمر يعني فاضي، وهناك لا بيحكوا عربي ولا انجليزي. فانا الله لا يوفقك يا سعيد، الله لا يوفقك يا سعيد. صرت احكي معهم بالاشارة مشان الله طلعوني معاكم بعطيكم فلوس، ولا واحد رضى يساعدني غير سواق الباص، حزن علي وخلاني اقعد من غير ما ادفع. المهم المفاجأة اني لقيت محل، دخلت اتفاهم معهم طبعا كله على جوجل ترانزليشن، وكانت اللي بتحكي معاي بالمحل بنت، واتفقت انا وياها على سعر زي اللي كنت شايفه قبل ما اطلع من الاردن. وقلت لها بكره حاجه لعندك وحيكون معاي شنطه عشان اعرف احمل فيها البضاعه. رجعت تاني يوم لعندها وانا شايف خلص طريق المليونير قدامي، ورحت لعند البنت بحكي لها بدي اخذ البضاعه وبالسعر اللي اتفقنا عليه. وفجاه اجوا اصحاب المحل، واحد تركي وواحد من جنسيه عربية بس ما حذكر شو هي، لانه برضو هذا الزبالة ما بمثل غير نفسه. وقال للبنت انها تروح وسألني انت عربي؟ قلت له اه. قال لي تفضل ايش بدك؟ قلت له بدي من كل صنف. بلشت اقشر له وهو يشيل ويحط قدامه. ولما اجى وقت الحساب هون كانت المشكلة، الكوست على القطعة الواحدة بدل ما كان ب$2 صار $15. قلت له كيف يعني؟ انا متفق مع البنت ومختار البضاعة بهذا الكوست، كيف صار هيك؟ قال لي ما عليك فيها، انا بزبطك، انا عربي زيك. الله لا يعطيك العافية. قلت له تزبط مين يا زلمة؟ إذا كان أنا المبلغ أصلا اللي جاي أستثمر فيه كله على بعضه $100، هو فعليا $100، وفي معاي كان شراكة بهاي المية، فصحصح. فصار يحاول يقنعني ببضاعة تانية عنده مش ماشي وبسعر أرخص. بهاي اللحظة حكيت لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا جاي انتصب علي هون، وأنا اللي في بالي كيف بدي أنقذ المحل. وسحبت حالي وروحت وأنا متدمر خلص فاقد الأمل. وما كان ضايل لي غير يومين ولقيت محلات تاني، بس مع الأسف طلعوا أوسخ من المحل الأول. وعرفت بعدها أنه كان في غباء مني، المفروض أروح للمصنع
ويكون معاي مبلغ أكبر شوي عشان أعرف أستثمر صح. بس يلا الواحد بتعلم. ورجعت على عمان وكان الحمد لله المحل منتعش شوي وصار بدنا بضاعة تقريبا بنفس الكمية اللي طلبناها من قبل، وهون فاحت ريحة المطي. حكينا معاه وطلبنا منه البضاعة، قال تمام وسبحان ربك بده يكشفه. أبوي رن على الشركة وقال لهم حوصي على بضاعة عن طريق المطي، فبلش يحكي لهم شو هي، فقالوا له تمام بيطلع عليك مع توصيلهم تقريبا 700 دينار. طب لحظة، المرة الماضية كانت 2000 ليرة. فأبوي قال لهم انتو هذا السعر اللي بتعطوه للمطي؟ قالوا له اه. فأبوي قال لهم تمام شوي وبرجع لكم. فرن على المطي قال له ضروري بدي ألتقي فيك لأنه في موضوع جدا مهم. الزلمة حس حاله انكشف فشمع الخيط وخلع، خلع فعليا يعني هرب برا البلد. اقسم بالله العظيم حتى الموظفين اللي عنده اجوا لعنا مستغربين وين فكح الزلمه وليش هرب. فابوي وقتها اضطر وشد على حيله رغم الاصابه اللي عنده انه يجي على المحل، وراجع كل الحسابات مع الشركة من أول ما فتح المحل، وتبين إنه بكل البضاعة اللي موجودة بالمحل كاين ناصب علينا بالكوست، يعني كان ياخد منهم بسعر ويبيعنا إياه بسعر ويربح معنا بس إحنا نبيع، يعني ربحان على الجهتين. والألعن والأوسخ من هيك لما كنا نطلب بضاعة كان ياخد أغلب البضاعة لمحله، والبضاعة تبعتنا كان هو بنفسه عامل معمل صغير عنده بالبيت يصنع العطر ويعطيه أعطينا إياه على أساس إنه هو البضاعة الجديدة، وهذا كان سبب تغيير ريحة العطر. مهما كان حدق إلا ما يلخبط، بس كان الوسخ شاطر بالتغليف، عشان هيك إحنا كنا نحكي مستحيل أي حدا يقدر يلعب بالتركيبة. شفتوا أحقر من هيك؟ والمصيب الأكبر إنه في ناس صارت رن على أبوي وتسأل عن المطي، لأنه طلع الزلمة مش بس ناصب علينا، ناصب على ناس كثير ومبالغ كبيرة. إيش 100,000 دينار؟ إيش 60,000 دينار؟ 70,000 دينار؟ وكان ينصب على هذول الناس بالفترة اللي كان يغيب عنا فيها. طبعا أبوي بلغ عنه وحط اسمه على كل الحدود اللي إن شاء الله رب العالمين ينمسك عليها. وبكل الميمة اللي حكيت لكم إياها كان ناقص إشي واحد يخرب بيتنا خلص على الآخر، كورونا. هاي كانت القاضية، قاعدين ندفع إيجار محل وإحنا ما عم نبيع، فقررنا نوقف الخسارة ونسكر المحل. طبعا الديكور مع إيجار المحل مع البضاعة والمصاريف وصلوا ل60,000 دينار. ودائما وابدا بنحكي الحمد لله رب العالمين، وبهيك تتعلموا انه ما تأمنوا للناس خصوصا لما يكون الموضوع شغل. وبرجع بكرر لكم اوعك تدخل بشغل مش كارك، يعني اشي ما بتفهم فيه. واخر اشي بدي احكيه لو المطي بيحضر الفيديو، الله لا يسامحك لا دنيا ولا اخره.